يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في أحد دكاترة الجامعة الذي يشكك في عقيدة الجهم ابن صفوان ويقول إنه لم تصلنا شيء من كتبه، فلا يجوز أن نقول عنه ما ينسب إليه من دون دليل، وأن ما نقل عنه إنما كان لظروف سياسية فقط؟ هذا اكتبوا عنه تقرير جزاكم الله خير، وقعوه عطونا إياه. نعم.